اهلا بكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامجنا اليومي هي واخواتها. اهلين. اهلا وسهلا. اهلا بكم. تمام الحمد لله. انت شلونك؟ الحمد لله. بدا الصيف وبدا تحنت ليهال. اي والله الله يعيننا عليك. اي والله الله يعين. الحين من الحين وين تودينا؟ وين تشاركينا؟ نبي نسافر ولا لا؟ على طول يعني. على طول على طول. يمكن حتى انظمتهم يعني قبل كان في على قليل يقعد من الصبح يباشر يومه يروح المدرسه يردون في نظام. الان اقلب الدنيا خلاص من يبدا الصيف من الحين راح يقعدون طول الليل سهارة ما شاء الله. الدليفري سيارات رايحة على البيوت تشوفين الناس تنام ماكو الا سيارات دليفري بالشوارع. انتم لحظة الان حتى دعايات المطاعم زادت تزيد كل شيء يزيد بالصيف يعني لان قاعدين ليها طول الليل وبالنهار تلاقين صخة ايش حلوهم لان الشمس حر. اي حار والدنيا احسن خليهم طاقين بالنهار. الجو والحار مخليهم بالبلد. بس علي انا لا انا ما احب الدليفري دائما اخليهم يشتركون يا بنادي او رياضه ما يقعدون اصلا الوجبات السريعه المفروض خلاص يعني الواحد يحاول يقاطعها يعني. اوكي ولينا بالفعل هذه اهتماماتكم يا امهات يا طيبات. جبنا لكم اليوم يعني ضيوفنا لهذه الحلقه راح يجاوبون على كل هذه التساؤلات ويوفرون بالفعل صيف جميل ومنعش لابنائنا وايضا مفيد لصحتهم وسلامتهم. ضيوفنا شيماء نبيل الملا وهي مؤسسه نادي رياضي للاطفال. اهلا وسهلا فيك. وايضا هبه بن سلامه وهي اختصاصيه تغذيه ايضا للاطفال. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيكم هي واخواتها. حياكم الله. حياكم الله. ويمكن بالفعل يمكن سمعتوا هذه المقدمه والقلق على اولادنا او اولاد يمكن المجتمع في الكويت. يمكن جمعكم شيء مشترك. شيئين مشتركين. نعم. اول شيء بان انتم الاثنين تحبون الاولاد. ثاني شيء بان جنتكم. قلنا السر ها؟ فضيحه على الهواء. اوكي فبالتالي شرف والله. الله يسلمك. الان خلينا نقول كمثال الاطفال اللي جمعوكم وان شاء الله يزيدون في المستقبل ويكثرون عيال عائلتكم. بدأتوا تخططون لهم للمستقبل فنبتدي في النادي الرياضي، شنو ممكن تقول لنا؟ والله بداية طبعا في خبر وايد حلو حق الامهات والمهتمين في الرياضة. فتحنا موقعنا الجديد او اكشلي راح نفتح موقعنا الجديد قريبا في مجمع الديسكفري فيد فور فان. اما في المرحلة اللي هي مرحلة الانتقال من مكاننا القديم الى الموقع الجديد راح يكون في عندنا سمر كامب يبلش من يوم 15/6 لغاية يوم 30/7 ان شاء الله في فندق الموفنبيك اللي بالمنطقة الحرة. الله حلو. جميل. طيب شيماء يعني انت اكيد ام وعندك اطفال، شو اللي خلاش تفتحين هذا النادي؟ والله بداية هي قصتنا يعني يمكن عدتها أكثر من مرة بس باختصار شديد. تبين تعطين شيء مفيد وإيجابي للطفل بالتالي ينفعه مستقبلا. أوكي كإنسان يهدف أو إنسان منظم في المستقبل. ماشي. كلنا نعرف أن الرياضة في لها قوانين. أغلب الرياضات لها قوانين معينة، إذا استطاع الفرد أو الطفل اتباع هذه القوانين منذ الصغر راح تكون عنده وايد اسهل اتباع قوانين ثانيه عندما يكبر. عندما يكبر. صحيح. 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 هبه انت ايضا ام ومن الامهات اللي بالفعل يعتنون ويحطون صحه الاطفال في نصب اعينهم يعني. هل كانت فكره مشروع مركز تغذيه وبالاخص الاطفال في ايضا جزء منه لا علاقه باهتمامك وهل هذا نشا من اهتمامك اولا باطفالك؟ طبعا هو لازم اول شيء تبلشين بالبيت بعدين تعلمين الناس، يعني ما يصير تقولين حق الشخص سو كذي سو كذي وانت ما وانت باب الاجانب اي ما يصير. فطبعا لازم تبلشين ببيتك. طبعا لاني عشت فتره طويله في امريكا هذا ساعدني شوي اني انا اقدر يصير عندي كنترول وتحكم على الاطفال. بس هم تخصصي المساند حق علم النفس علمني حتى شلون اتعامل مع الطفل، شلون اقعد معه وشلون اكلمه. طبعا السمنه شيء كبير عندنا في الكويت، فاذا ما بلشنا فيهم هم صغار اذا كبروا صعب انك انت تتحكمين بالسمنه. فشيء اساسي انكم تبلشون بالاطفال تبلشون بالسمنه وهم صغار قبل لا تكبر السالفه وتكبر المشكله. يعني الكونسبت عندك انه يكون تغرسين نمط حياه اسلوب حياه.
طبعا من الصغر مو طبعًا. لا تاكل وش تاكل كثر ما هو خلي يكون اسلوب حياتهم لايف ستايل الهيلثي. فالدمج النادي الطفل يعني انا وايد استانست يوم المؤسسه الفيت فور فان مال الاطفال وطريقتها شلون يدخلون الاهال العابهم اللي يحبونها لان نمط حياتهم الحين صار يضيق الخلق يعني يا بيدهم الالعاب هم الاجهزه كلها ماكو حركه مثل اول عديم الحركه اي فلما يصير عندهم نادي في العاب في بهالطريقه وبنفس الوقت اخصائي التغذيه ترى والله اكلوا كذي طبعا مو الطفل كثر ما تكلمين الامهات والابهات تعلمينهم شنو صاير شنو يصير بالبيت طبعا طبعا بعدين يجي الطفل الان شيماء ما دمنا نتحدث مثل ما قالوا عن اسلوب الحياه يمكن كان اسلوب حياتكم هو ان تكون البيئه اللي تتربون فيها هي بيئه تربويه بواقع ان والدتك كانت ايضا تربويه ورياضيه يعني في هذا المجال تعلمتوا ويمكن تشربتوا ان تكونوا بالفعل ان تكون الرياضه جزء من حياتكم وقاعد تورثيها الان حق ابنائك وايضا لابناء المجتمع فبالتالي شنو قيمه ان تكون الرياضه جزء من حياتي؟ الرياضة شوفي ما نقدر نقول ان الرياضة جزء اساسي او جزء ثانوي هي الرياضة نمط حياة لابد انه يكون متواجد بالفرد امانة اي حركة تسوينها تعتبر رياضة طبعا يمكن تفيدنا في المجال دكتورة مريم اكيد قومتك قعدتك الصلاة نفسها رياضة صح اذا اتبعناها صح اكيد فما بالك يعني اذا طبعا يعني اتس اوكي ما يخاف تحصل كنت بتقولين ان هذه الرياضه هي جزء من مثلا من حياتنا فما بالك لو كان الطفل ان الطفل مثلا خلينا نقول الرياضه هي جزء اساسي او خلينا نقول نمط حياه لابد ان الانسان ياخذه في عين الاعتبار اوكي لا يقول والله انا بروح النادي بسوي رياضه لمجرد اني بسوي رياضه وبضعف لا خلينا نخليها هي نمط حياه متكامل ومو بس كذي يمكن على طاري القدوه يعني ما دام كانت امك مدرسه تربيه بدنيه يعني اكيد انت نشاتي وشفتيها هي تحب الحركه وتتحرك وهذا الشيء انا يعني يمكن لاحظته في عيالي لان انا كنت مدرسه تربيه بدنيه بعدين رحت كملت دراستي في علم الحركه والرياضه فتلاقين عيالي اوتوماتيكلي خلاص امي كذي احنا لازم نكون نفسها بالضبط احنا شوفي مشكلتنا ان نودي عيالنا في مكان واحنا نروح في مكان اوكي ما في مكان يجمع العائلة مكان واحد اوكي يعني في بعض التحفظ خاصة في مجتمعنا الكويتي يعني مو معقولة بروح انا بسوي رياضة وفي مختلط يعني خاصة مثلا فئة الشباب او الرجال يعني لابد يكون في نوع من البرايفسي نوع من الاحترام للعادات والتقاليد الخصوصية الموجودة وخصوصية عندنا صحيح اوكي صحيح فإذا اندمج المكان أن الأم مع عيالها أو أن مثل ما تفضلتي دكتورة أن الأولاد أو الأطفال يشوفون أمهم أو أبوهم يتحركون فبالتالي هذا شيء طبيعي عندهم أن نتحرك والله شيء ما كنت ذكرتيني لما نروح أي مكان يعني في ألعاب تعرفون الأماكن هذه الأوبستكل كورس دائما أشوف الخدم مع عيالهم للأسف وقاعدين يشوفونهم يمكن أنا الوحيدة لو يمكن تشوفوني الوحيدة أركض ورا ولدي والخدم يطالعوني هذه من وين جاية كنا نازلة عليهم من السماء أن أم قاعد تلحق ولدها الثقافة اختلفت بالضبط الثقافة اختلفت نمط المجتمع تغير اكيد طيب الحين تعرفين عيالنا الجيمز والتكنولوجيا دخلت شلون انت تشدين عيالك لممارسة الرياضة بعيدا عن